ينضم إلينا من القاهرة هاتفيا الدكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب والباحث السياسي اليمني. مرحبا بك دكتور عبد الملك، سؤالي لك، إلى أي مدى يعول اليمنيين على هذه التبرعات؟ خالص التحية لك أختي أستاذ أريق والمشاهدين الكرام. بداية الأمم المتحدة ترفع سقف التصعيد الإعلامي عن أزمة إنسانية في اليمن لرفع تمويلها، والحقيقة أنه الأمم المتحدة تسعى للتمويل 20 وكالة وتمويل موظفيها، ودعينا نتحدث عن أرقام مهمة، أن هنالك أزمة إنسانية حقيقية خانقة في اليمن نتيجة الانقلاب الحوثي ونتيجة ما تمارسه الميليشيا الحوثية في اليمن. لكن هذه الأزمة خلال 6 سنوات من الحرب كل سنة يتم التبرع للأمم المتحدة، والمفترض أننا الآن نكون انتقلنا من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة الاستدامة، لكن واقع الحال يقول أن الأمم المتحدة فيها فساد كبير. ودعينا نتحدث عن أرقام مهمة. الأمم المتحدة تتحدث عن 16 مليون يمني بحاجة إلى الاستجابة، وتطلب تمويل 4 مليار دولار. الجهاز المركزي للإحصاء اليمني وفق الإحصائيات الرسمية أن تعداد الأسرة في اليمن 7 أشخاص لكل أسرة، بمعنى أنها تبحث عن تمويل ل 2 مليون ونصف أسرة يمنية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. إذا تحدثنا، إذا كان هنالك شفافية لدى الأمم المتحدة، نصيب الأسرة الواحدة من هذا التمويل من 4 مليار دولار قرابة 2000 دولار أو 1800 دولار. إذا وصلت هذه المبلغ 1800 دولار إلى الأسرة الواحدة فهي كفيلة أن لا يحصل أي معاناة. طيب دكتور عبد الملك، ما هي آلية توصيل المساعدات لهذه العائلات؟ الآلية أنها تذهب في هيكل، وكذلك ضمان وصولها لمستحقيها إن وجد. لا يوجد ضمانات، لأنه تجربتنا مع مكاتب الأمم المتحدة أنها فيها فساد كبير. دعيني أكمل الأرقام أستاذ أريق لتتضح الصورة. نتحدث عن 30 مليون يمني في حدود 4 مليون أسرة. 4 مليون أسرة عندما نتحدث عن 4 مليار دولار. نصيب الأسرة الواحدة من هذه 4 مليار دولار 1000 دولار، وأنا في اليمن وحتى في مصر 1000 دولار تكفي لتأمين عيشة كريمة للأسرة في السنة، غذاء وأكل وشرب وصروف وملابس. لكن للأسف هذه الفلوس كلها تذهب إلى هيكل الأمم المتحدة، فساد كبير، تقاسم مع الميليشيا الحوثية، تباع في الأسواق، تقدم تمويل للميليشيا الحوثية، أمور كلها مخزية في حق الأمم المتحدة. وبالتالي عندما يشحتون باليمنيين من أجل تمويل وكالاتهم وتمويل فسادهم، هذا أمر معيب. الحقيقة أنه هذا التمويل يأتي أيضا من الدول ما تقصر، المانح ما يقصر، ولكن هنالك خيانة أمانة لدى مكاتب الأمم المتحدة لابد أن تؤخذ بالحسبان، لابد أن توضع آليات للرقابة والشفافية والعمل الجاد. نتحدث عن أرقام كبيرة. أنا أحدثك وأنا من اليمن أن 1000 دولار تستطيع أن، يا أخي افتحوا حساب بنكي عبر صرافة وحولوا لكل أسرة 1000 دولار ويستفلوا، ستجد أن الناس تتحسن معيشتهم، لكن في الأخير هم يشتروها بالعملة الصعبة، يمنعون دخول العملة الصعبة. 4 مليار دولار إذا دخلت كعملة صعبة إلى البلد ستحرك أمور كثيرة، لكن هنالك فساد كبير في مكاتب الأمم المتحدة لابد أن يوقف، لابد من إيقافه. نعم دكتور عبد الملك اليوسفي الكاتب والباحث السياسي اليمني، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف.